الانتخابات يوم 7 سبتمبر كسكان الولايه المنتدبه افلو، هو عرس كبير، ونطالبوا من الرئيس القادم الجديد ان شاء الله انه يوفي بعوده ويكملنا لتكون ولايه كامله الصلاحيات. ونطالبوا من سكان الولايه المنتدبه افلو انهم يوم 7 سبتمبر يخرجوا بقوه لصناديق الاقتراع. الانتخابات واجب وطني، وجب على الجميع المشاركه فيها. فيما يخص طلبات للرئيس الجديد ان يواكب التطور اللي صرا في العالم في جميع القطاعات الاقتصاديه الاجتماعيه حتى السياسيه. انا كشاب اكيد رايح ننتخب، لان الصوت اللي رايح ندلي به هو صوت الجزائر قبل كل شيء. نعم نختلف في الرؤى، في التوجهات السياسيه والانتماءات، لكن لا نختلف في اي ظرف من الظروف او في اي حال من الاحوال حول واجبنا تجاه الجزائر الحبيبه. بالنسبه للمترشح اللي راح يفوز ان شاء الله بربي، نتمنوه انه يكون وفق تطلعات المواطنين، يهتم بالمواطن البسيط، رفع القدره الشرائيه، تفعيل التشاركيه لدى المجتمع المدني، عصرنه الاداره وما شابه، وكل ما يتطلع اليه المواطن البسيط. نتمنى من رئيس الجمهوريه القادم ان شاء الله انه يلم شمل الجزائريين ويوفر الامن للجزائريين ويحسن القدره الشرائيه وكذلك توفير مناصب عمل، بالاضافه الى وخصوصا منطقه افلو. انا نتمنى ان شاء الله يكون فيها التطور، ونتمنى من كل الشعب الجزائري انه ينتخب ان شاء الله ويكون حاضر يوم الاقتراع. انتخاب واجب وطني، على الجميع ان يكون في حضور يوم الاقتراع ان شاء الله. احنا نتمنى ان يكون كاين رئيس اللي يزيد للجزائر التقدم والازدهار. الانتخابات القادمه الرئاسيات ان شاء الله يوم 7 سبتمبر. نتمنى ان شاء الله من كل المواطنين ان شاء الله يخرجوا ويصوتوا للرئيس اللي يمثلهم ان شاء الله القادم، وكما نتمنى ان شاء الله التوفيق لكل مترشح ان شاء الله، وان شاء الله يكون عند حسن ظن المواطن الجزائري في تحسين الظروف المعيشيه وتحسين والقضاء على البطاله والقدره الشرائيه وكل ما يخص تطلعات المواطن الجزائري.